حياكم الله من جديد مشاهدينا، ننتقل إلى البارت الثاني من حلقتنا. مزارع وبساتين مرت عليها عشرات السنين، إذا يعود التاريخ البعض منها إلى ما قبل تأسيس الدولة يمكن العراقية، توارث المزارعين عن آبائهم وأجدادهم وانعرفت بنخيلها وبساتينها العامرة. هذه المزارع اليوم مهددة بالإزالة بسبب التوسع بالتصميم الأساس لمحافظة البصرة. ما معقولة نحول المساحات الخضراء اللي احنا بأمس الحاجة إليها إلى مشاريع سكنية وشوارع ومنازل. هسه أوكي تمام، أكو زيادة بعدد السكان، بس شلون نستبدل بساتين النخيل المثمر بالكونكريت؟ رحم الوالديكم، أكو هسه زيادة بأعداد بالأعداد السكانية، هذا شيء ما حد يختلف عليه، لكن أكو تخطيط. أنا ما أجي أحول كل المناطق الخضراء بحجة الزيادة السكانية حولها إلى مشاريع سكنية ومستفادين بها فلان وعلان، لا هذا غلط، هذا غلط. هسه تشوفون وتجون حتى نفس مدى نقدر ناخذ، لأن حولتوا كل المناطق الخضراء إلى مشاريعكم، وظلت كم منطقة خضراء هسه وهم دنت نفسكم عليها وهم تردون تاخذوها وتحولوها إلى مشاريع سكنية. إلى يامتى احنا نبقى على هذا الحال؟ مشاريع سكنية ومولات، مشاريع سكنية. أخوان أكو تخطيط، أكو تخطيط. خلينا نشوف هذا التخطيط. بالرغم من الحروب التي حرقت ملايين النخيل والمساحات الخضراء والتجريف المستمر وعدم دعم الزراعة والمحرمات النفطية، تستمر قصص الاغتيالات للأراضي الصالحة للزراعة على يد من يطالب برفض خزينة الدولة بموارد أخرى. تشهد مناطق وقرى شمال البصرة دخول التوسيع للتصميم الأساسي لبلدية النشوة التي تحتضن آلاف الدونمات من الحنطة والشعير والنخيل المثمر، هي اليوم مهددة بالإزالة. وزارة الزراعة بشكل عام رافضة للموضوع، وهاي كتبها تثبت بيها، تثبت يعني تمانع التصميم الأساسي إلا بموافقة وزير الزراعة، وهذا الكتاب الثاني يرفض ممنوع تجديد العقود الزراعية. فإحنا نناشد المسؤولين وبالدولة أن يتدخلون بمسؤولنا. أي مسؤول هسه جاي يتدخل علينا، يتدخل بالموضوع، جاي ينقلون علينا صورة غير صحيحة، متجاوزين. احنا كل واحد دولة مقسمت لنا اراضينا 60 دونم و20 دونم اراضي، يعني يمكن هسه هاي بالصيف، هاي الاراضي من تجي الاراضي مال الشتوى تتفاجئ بيها، اراضي مال الحنطة، اراضي كلش واسعة. يعني اراض مستصلحة زراعيا تجرف وتحول الى سكنية رغم صدور العديد من الكتب والمخاطبات برفض مشروع التوسيع الذي سيتسبب مستقبلا بمسح الكثير من الأراضي المزروعة وتحويلها إلى منازل وشوارع. بصراحة هذه الأراضي 56 ألف دونم، هي أراضي صالحة، كلها صالحة للزراعة، وممكن تطلع الدولة تشوفها، يا ريت تطلع تشوفها وتكشف عليها وتشوفها، تطلع لجان تشوفها يا ريت. وإحنا هاي الأراضي تورثناها عن أجدادنا الآبانا إنه وعايشين بها حاليا، هاي الأراضي كلها إحنا عايشين بها، فما أدري هذا القرار اللي يستولون عليها مو صحيح، هذا أصلا مو صحيح. انا عندي بحدود 100 دونم، حدود 100 دونم، حدود حنطه وشعير، وجت موجوده بساتين. والله المنتجات الحقيقه اذا ما كانت منتجات حنطه وشعير نصدرها للدوله، كلها نصدرها للدوله. يعود تاريخ هذه المزارع والبساتين الى ما قبل العهد الملكي، استورثها المزارعون من اجدادهم. تضم هذه البساتين تربيه المواشي والدواجن وزراعه وتصدير المحاصيل الى وزاره الزراعه. يقول الزراعة نفط دعم، مو صحيح؟ بينما هسه الحكومة شو مع كل أسف جاءت توازينا على أراضينا، وراضينا من أبو جد. قبل زمان قبل ما كان أكو قريدر ولا كاروب ولا كل شيء، ماكو، ساووا الأراضي زبلان على رؤوسهم نقلوها من أبو جد، يعني من زمن العثمانيين ورثناها من أبانا ولحد الآن. يعني بدل ما نندعم عيشتنا بها، أنا أقول لك 75% من هاي المنطقة عيشتهم على الزراعة. احنا ما يعني سبع جدود ثمان جدود هنا، يعني ازيد من 100 سنه اجدادنا بهاي الارض. شنو الزرعون؟ مزارعين النخال. احنا يعني هاي سبيل معيشتنا، النخيل، زراعه الخضروات، الحنطه والشعير، هي هاي الموارد الكسب الفقير اللي عايش بهذا القاطع ناحيه النشوه، يعني من كانت ناحيه بزمن ناحيه السويب وقبل لا تتأسس دوائر بهاي الناحية، هو سبيل معيشتهم على الحيوانة.
قبل الملكية وقبل العثمانيين. بالرغم من الكشف والتخطيط المستمر والكتب الرافضة لذلك المشروع الذي يهدف لتجريف الأراضي التي ما زالت مسجلة إلى اليوم بجنس زراعي، إلا أن الحكومة المحلية مصرة على تنفيذ التوسيع للتصميم الأساسي وقد يترك مشاكل عشائرية كثيرة. لبرنامج الرشيد والناس، أحمد علي، البصرة. أرحب بضيفي من البصرة عبر السكايب السيد فلاح مطر، رئيس الجمعية الفلاحية في ناحية النشوة. حياك الله سيد فلاح. سيد فلاح، شنو موضوع الأراضي الزراعية عندكم؟ ليش كلها تروح إلى مشاريع ومجمعات سكنية؟ شنو السبب؟ ما هاي أراضي خضراء احنا بحاجة إليها؟ تفضل. والله السادة العزيز، بالنسبة لتوسيع التصميم الأساسي، إحنا كل اللي هاي ودنا أن محافظتنا تتطور، ودنا بتطوير المحافظة، ودنا أن نتقدم للأمام، بس لكن هذه الأراضي الزراعية بامتياز يعني 100%. إحنا نستهنا واللي عارفينا الأراضي البلدية تستملك ضمن قانون 80 لعام 1970 هي تستملك الأراضي المنتفية الصفة الزراعية بها والغير صالح للزراعة. فأي أرض تستهدف البلدية مثلا غير صالحة للزراعة تأخذها، تقدم طلب لوزير الزراعة لإنعرف حسب قانون 80، تقدم طلب لوزير الزراعة برفعية الإصلاح الزراعي عنها حتى تأخذها البلدية تستخدمها بالمجالات السكنية. وهسه تقعكم غير صالحة للزراعة في ناحية النشوة؟ تاد بالنسبة صالحة للزراعة 100% بتاتين. قاعد ليش يردون يجرفوها؟ ليش يردون ياخذوها؟ شلون ياخذوها اذا هي صالحه للزراعه؟ جاي احنا هسه لحد الان حقيقه بعض المفلاحين داخلين بالموضوع، احنا ليش هسه عن طريقكم عن طريق قناه الموقره نطالب السيد رئيس الوزراء بتشكيل لجنه من وزاره الزراعه ومن اللجنه البرلمانيه لطلع كشف على هذه الاراضي، ونريد ناس قانونيين يطلعون حتى نشوف المساله القانونيه بالاتجاه اراضي جنسها زراعي. لماذا يعني تريد تاخذها البلدية وتريد توسع التصميم الأساسي عليه؟ هذا بالنسبة جانب حسب قانون 80. احنا اللي نسمعه يقولون مجلس الدولة تعطي صلاحية للبلدية تستملك الأراضي، احنا هم نسأل ونسأل نقول مجلس الدولة يعني من جاي يعطي للبلدية تاخذ هاي الأراضي الزراعية؟ هل قالت للبلدية مثلا اخذوا الأراضي الزراعية المستصلحة، الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة او الغير صالحة للزراعة؟ احنا هم زين. ايش قد صار لكم بهاي الأراضي؟ نعم استاذ، ايش قد صار لكم بهاي الأراضي؟ ايش قد صار لهاي الأراضي لكم تشتغلون بيها؟ بالنسبة للأراضي اكو ناس صار لها 500 واكو 300 واكو 400 واكو 100 واقل واحد يمكن 50 سنة. ايه بالأراضي. واكو بها سندات، اكو سندات بزمن العثمانيين، واكو سندات بالسبعينات، واكو سندات بالستينات، وهي صالحه للزراعه على حسب قولك. لعد ليش يردون ياخذوها؟ شلون ياخذوها اذا هي صالحه للزراعه؟ شلون راح ياخذ؟ حسب المسؤولين اللي نسمع منهم اللي نستثمر هذه الاراضي ونريد نوسع المدينه. وبعد اكو موضوع ثاني، انا واحد من الناس قشنا محافظة البصرة اللي هي من قضاء أبو القصيب، القضاء الهارفة اللي حادد هزبير ومنها للتنومة، هي 90,000 دونم محافظة البصرة كلها، فهم مدخلين 56,000 دونم زيان. يعني مساحات شاسعة، يعني مساحات شاسعة. زين هنا شنو دور وزارة الزراعة؟ ما رحتوا لها؟ ما وضحتوا لها يا بهاي أراضينا صارها سنين الأراضي صالحة للزراعة؟ رحنا احنا راجعنا المديريه ما تدري بهذا الموضوع، واصلا هي اصلا ما حتى البلديه ما جاي تاخذ موافقات من وزاره. يعني هذا اجتهاد فردي من البلديه؟ احنا هسه لحد الان جاي، انا يوم من الايام رحت لهم قدمت لهم طلبات، قلت لهم اعطونا مثلا انتم شلون جاي تستملكون الاراضي؟ على يا تعليمات، على يا قانون، بيا تاريخ مثلا؟ شلون؟ قالوا والله ما توجد لدينا وليات. زين شلون ما توجد وليات؟ يعني احنا ناشد السيد رئيس الوزراء، يعني احنا مو بس يعني ناس اشخاص مثلا من الشعب جاي يتجاوزون، اكو تجاوزات حتى من دوائر الدوله جاي تخالف القانون وما جاي يشتغلون بشكل قانونيه. واحنا نطالب من الجهات القانونيه ان تتابع هذا الموضوع لنا، احنا نطالب من الجهات القانونيه تتابع لنا هذا الموضوع، لان بعض الجهات وبعض الدوائر يجتهدون اجتهاد شخصي ما جاي يطبقون. يعني هسه دائره البلديه في النشوه
في ناحية النشوة. نعم. في البصرة دا تجتهد اجتهاد فردي بكيف دا تتصرف، كيف تريد تأخذ أراضيكم؟ سيد العزيز احنا هسانا ما أقدر أقدم لهم الاتهامات، بس أنا جاي أقول قانون 80 احنا الفاهمين الأراضي تحت تصرف الإصلاح الزراعي تبقى حسب قانون 80 حسب قانون 80 هو الأراضي جنسها زراعي لابد أن يرفع الإصلاح الزراعي اليد عنها. زين. هاي كلها ما موجودة عند بالنشوة. زين هذا بس يعني جو عليكم باوراق رسميه لو شنو شلون جو عليكم استاذ؟ هم هسه لحد الان اجوا اعطوا هذا المشروع التصميم الى شركه على مود تصمم لهم، تصمم شلون راح تصمم مثلا شلون يبنون مثلا المدينه، مطال شركه على مود تسوي التصاميم. احنا هذا الموضوع مال الشركه هم داخلين فيه، شلون البلديه ما مستملكه الارض ولا هي عايده الها، وشلون تعطي الشركه مقاوله مثلا وهي ما مستملكه الارض. عجيب. شلون جاي شركه تصمم وهي ما مستملكه الارض، هي ما مقيره جنس الارض. احنا هم داخلين بالموضوع حقيقه، يعني احنا داخلين هسه من ترجع للقانون شوف اكو في مخالفات كثيره من نسولف حتى ما اتجهتوا الى المحافظ الى محافظ البصره؟ السيد المحافظ حاولنا نقابل السيد المحافظ ما سمحت لنا الفرصه ان نقابله حقيقه، ما لحد الان احنا ما قابلنا، حاولنا ان نقابل السيد المحافظ ما سمحت لنا الفرصه، وهم الناشد السيد المحافظ عن طريق قناتكم الموقره ان يتدخل بهذا الموضوع، والناشد اللجنه الزراعيه بالبرلمان تتدخل بهذا الموضوع. احنا الحقيقه نريد الشيء القانوني، واللي القوانين عندنا موجوده. زين. قوانين موجوده عندنا، احنا نحترم القوانين، يعني احنا نريد نمشي ضمن قانون ما نحكي. زين اذا 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 بقوا على هذه الحاله من الممكن بانه تتركون ارضكم وتطلعون تعطوها لهي الشركه؟ انا اقول لك حسب راي المزارعين، يعني حسب اطلاعي بالمزارعين ولقاءاتي يقولون احنا بالنسبه لنا بدون عباده حقيقه. حسب المزارعين اللي التقيت بهم وشفتهم يا بشني يقول لك هاي ارضي وارض جدي وارض شو اسمه انا شاكل بها ومسوي لي بها بستان مثلا او ازرعها حنطه وشعير، اكو بها ما بها بساتين، اكو ازرعها حنطه وشعير وارضي ابدا عن جد، يعني انا يجيني اليوم يقول لي اطلع بحمر الصفراء وهاي الارض اريد ناخذها من عندك، يقول لك شلون اتقبلها مثلا، انا شلون اتحملها، يعني انا بالنسبه لي قبل القوانين الجماعه يقولوا لي قبل القوانين، قبل قانون 80 احنا موجودين. يعني هسه وفق القانون على حسب معلوماتك الاجتهادات اللي تجتهدها بلدية النشوة عشان بعد ما اقدر اقول لك مثلا اجتهادات هم عندهم يعني مثلا ما عندهم معرفة بالقانون القانون الزراعي. شلون دائرة الدولة ما عندها معرفة بالقانون؟ انا ما اقدر اقول لك يا سيد فلاح، غير دائرة الدولة عندها اوراق رسمية يلا تيجي تنفذ وتطبق وفق قانون وفق كتب. احنا بنقول هذا الحكي، احنا هذا الحكي اليوم اذا واحد يخطط البيت لابد ان يكون مالك الارض ويجي حتى يبني عليه. اذا هو لحد الان مثلا ما مالك الارض شلون يسوي مثلا تصاميم؟ شلون يسوي خرائط؟ شلون يسوي شغلات هو لحد الان ما مالك الارض؟ عجيب هذا. فاحنا نطالب من الجهات القانونيه ان يشكل لنا لجنه وتجي تطلع على الاراضي تشوفها، هاي الاراضي منتجه، هاي الاراضي صالحه للزراعه، احنا زين. مو معناتها أرض البصرة نسويها بس نفط وسكن ما نشير، هم نريد ناكل، منين ناكل يعني مثلا؟ هسه احنا هم نريد أكل، يعني هذا الشعب هم نريد أكل. طبعا. احنا هسه نستورد من الخارج مثلا، إذا واحد الخارجي ما أعطانا منين ناخذ؟ منين ناكل يعني؟ تمام. يعني لابد الأراضي الزراعية نحافظ عليها، احنا لازم نحافظ عليها ثروة وطنية يعني. يعني لا خاصة إلي ولا خاصة إليك، ثروة وطنية للأجيال. ثروة وطنية للأجيال. لابد المحافظة عليها. نعم. نأمل فهذا الموضوع اقول لك لابد ان نحافظ على الاراضي الزراعيه، وحقيقه احنا بالنسبه نتالم لان الارض الزراعيه ما تصلح بيوم بيومين، والنخله ما ننتجها بيوم بيومين، النخله عادلها 10 سنوات. يعرفون هم هم يعرفون كل الزين، كلها تعرف كلها. نعم 10 سنوات، يعني معناتها هاي الارض اللي احنا خسرانين عليها ملايين الدنانير ومصلحينها ومعمرينها ويجي يعني برودها مثلا الاليات ويريد يحولها الى سكنيه، هل يستخدم الصحراء؟ عندنا راضي بس بالاسم بقينا بلد النخيل، يروح يستخدمها ويسوي لنا مدن جديده ونقول له جزاك الله خير ورحمة الله. اي والله بس احنا بس بالاسم بقينا بلد النخيل، كل مزارع النخيل تجرفت، اغلب المناطق الخضراء تجرفت باغلب المحافظات مع الاسف، الله يكون بعون شعبنا وناسنا، هذا واقع حاله، هذا اللي نشوفه بعيننا، والمسؤول يدري والجهه المعنيه تدري والجهه المستفيده تدري والماخذ المالات وحاطني بجيبه يدري. شكرا جزيلا السيد فلاح مطر رئيس الجمعيه الفلاحيه في ناحيه النشوه من محافظه البصره، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا هذا واقع حال البلد، هذا واقع حال البلد، ثقوا بالله
يمكن يطلع لنا جراندايزر. والله العظيم يطلع لنا جراندايزر من طلع السطر، وهم لو يقدر يغير لو ما يقدر يغير على اللي دا يصير بالعراق. شنو قوة تنزل تريد تاخذ أراضي كيف؟ شنو دولة تجي تريد تاخذ أراضي زراعية باجتهادات فردية؟ على أي أساس؟ على أي أساس يا أخوان؟ دا تشوفون شنو الواقع البيئي مال بلد؟ دا تشوفون شنو اللي دا يصير بالعراق؟ هسا كافي كافي مستفاديئتو والفائدة مالتكم تعيش ولد 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 ولدكم خلاص. ها قبل ما أختم، لا تظلون تهددون عيب، أكو قانون، روح اتجهوا للقانون العراقي، روح اتجهوا لمجلس القضاء خلاص، بطل هاي أموركم تهديد وتهديد وها وما تشو عيب. وحتى يعني بهاي الطرق اللي تستخدموها بالله الكريم والله عليكم، احنا بدنا نتحدث بوثيقة، مدى نطلع شيء من 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 جيبنا، وحق الرد مكفول لكل شخص يتم ذكر اسمه في البرنامج. نقطة راس سطر. ثمان الله.